ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. الفيديو النهارده هتكلم فيه عن الكولاجين واهميته للبشره وتجربتي مع السيروم اللي انتوا شايفينه ده. لو انت جديده في القناه فاهلا بيكي، انا اسمي ايمي عاطف وكل يوم بعمل فيديو جديد الساعه 8 بتوقيت مصر، فخليكي متابعه، اشتركي في القناه من الكلمه اللي لونها احمر تحت الفيديو وفعلي اهم حاجه الاشعار اللي هو الجرس علشان كل يوم يوصلك فيديو جديد. اول حاجه انا جربت منتجات كتير جدا للكولاجين وهسيب لكم الفيديوهات بتاعتها تحت الفيديو ده علشان تشوفيها برده وتعرفي تجربتي معاها، لكن دلوقتي هتكلم عن المنتج اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هو من براند امريكي، اسم الشركة Advanced Clinicals. وقبل ما اقولك تجربتي معاه هقولك ليه اصلا احنا بنستخدم الكولاجين للبشرة. اول حاجة الكولاجين اصلا موجود جوه جسمنا، تمام، هو مسؤول اساسي بقى عن جمال البشرة يعني والنضارة وان بشرتك ده يبقى مفيهاش اي خطوط او تجاعيد وتكون بشرتك رطبة كده وزي الاطفال وملمس جميل وما يبينش عليك ان انت كبرتي في السن مثلا وبشرتك تبان اصغر من سنك بعشر سنين. طيب احنا ليه بنشتري منتج كولاجين طالما هو كده كده موجود في جسمنا؟ للاسف الشديد الحلو ما بيكملش، لان الماده دي رغم ان هي موجوده في جسمنا الا ان يعني كل سنه كل ما بنكبر سنه كل ما الماده دي بتقل جدا. ده غير ان في ناس اصلا الجينات بتاعتهم كده، يعني ممكن يكون هم عندهم نقص كولاجين في جسمهم فتلاقي جلدهم يعني خشن شويه او شكله اكبر شويه من سنهم. بس غير موضوع الجينات ده في اسباب تانيه بتخلي الكولاجين ينقص في الجسم، واول حاجه واهم حاجه هي ان انت تاكلي اكل كويس، خضار وفاكهه وحاجات صحيه، اكل صحي يعني 100%. تاني حاجه ان انت تشربي ميه كتير جدا. تالت حاجه والاهم ودي اهم حاجه في الدنيا هو التعرض للشمس. ده من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي الجلد يعجز بسرعه جدا وبيحرق الكولاجين في الجلد اصلا. فلو انت بتتعرضي للشمس فحاولي ارجوك ان انت تستخدمي سان بلوك على قد ما تقدري ويكون نوع كويس. طيب البشرة بتاعتنا دلوقتي خلاص بقى فيها نقص كولاجين وباين عليها جدا ان هي تعبانة ومرهقة وفيها خطوط، احنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نستخدم منتج فيه كولاجين علشان نعوض الكولاجين الطبيعي اللي البشرة فقدته ونرجع تاني شكل البشرة حلو ومرن ويكون شكلك بقى اصغر من سنك وبشرتك تبان بقى صحية جدا وكده، او بيسموها اللي هي بشرة الاطفال. يعني هي دي كل الفكرة في ان انت ليه تستخدمي منتج للكولاجين. اوكي نيجي بقى لطريقه استخدام المنتج اللي انت شايفاه اللي هو هقولك تجربتي معاه. اول حاجه ان انت بتغسلي بشرتك عادي وبتنشفيها وبعدين بتحطي السيروم وحاولي تحطيه من تحت لفوق عكس الجاذبيه علشان يشد بشرتك اكتر بطريقه مساج كده لمده 5 دقائق، وهو يعني بينشف بسرعه جدا وبس. دي طريقه الاستخدام سهله جدا. تجربتي بقى مع المنتج، اول حاجه السيروم ده مناسب لجميع انواع البشره، يعني سواء انت بقى كانت بشرتك دهنيه او جافه او مختلطه فهو مناسب ليكي. السيروم ده تقدري تستخدميه على اي مكان في الجسم بقى، يعني مش شرط الوش، يعني ممكن تستخدميه لوشك لرقبتك لايدك لمكان مثلا فيه خطوط في جسمك لانه بيساعد في علاج الخطوط البيضاء في الجسم. السيروم ملمسه مش خفيف لحد ما، في حاجات اخف منه لكن هو الاحساس بتاعه زي اللوشن كده زي الكريم بس خفيف جدا وبيتوزع بسرعه جدا جدا. ريحته جميله جدا جدا، عجبتني قوي قوي قوي، خصوصا ان هي ريحه لطيفه وفي نفس الوقت بعد شويه صغيرين الريحه بتهدى خالص كانك مش حاطه حاجه، وانا من الناس اللي بتحب قوي المنتجات اللي ما يكونش ليها ريحه. السيروم غير دهني خالص، يعني ده احسن حاجة في الكون. ان انتي بعد تقريبا 5 دقايق او 3 دقايق حاجة زي كده بتلاقي خلاص البشرة امتصته وسهل الامتصاص جدا، وبعد كده ما بتلاقيش اي ملمس ولا اي حاجة، فتقدري بقى تستخدمي المرطب بتاعك بسرعة يعني وبسهولة وما تاخديش وقت. يعني السيروم مناسب جدا 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 للاستخدام بعد الديرما رولر والديرما بن. وبالمناسبة استني الفيديو عن تجربتي مع الديرما بن ونتائجها معايا قريب جدا، ما تنسيش ان كل يوم في فيديو الساعة 8. المنتج بيخلي البشرة بصي رطبة جدا وملمسها جميل وفيها لمعة، يعني لمعة صحية كده مع الاستخدام، وهتلاقي فيه فرق كبير بقى في الخطوط الصغيرة اللي في البشرة دي مع الاستخدام. المنتج بشكل عام عجبني جدا جدا، هو حجمه 50 ملي، وده بالنسبة للسيروم يعني حجمه يعتبر كبير وهيقعد معاكي فترة طويلة لان انت بتستخدمي منه نقطتين كده كل يوم فممكن يقعد معاكي 6 شهور. تقييمي ليه 8.5 من 10، المنتج فوق الممتاز وحبيته جدا، ومن اجمل الحاجات اللي انا جربتها، واعتقد ان انا ممكن اكرره تاني بعد فترة بعد ما استخدم حاجات تانية شبيهة علشان اعمل مكرر، ممكن ارجع استخدمه تاني لو ما لقيتش احسن منه. ده كان الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك علشان ترفعي الفيديو وغيرك يستفيد بيه، ولو حابة ان انا اعمل اكتر عن علاج البشرة وكده بالتفصيل فبرضه اعملي لايك او اكتبيلي تحت في التعليقات علشان اعرف ان انتي مهتمة يعني، او في بنات كتير مهتمين واعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها، او اكتبولي انتوا عايزين فيديوهات عن ايه.
وبرضو شوفي الفيديوهات اللي فاتت، انا متأكدة ان هي هتفيدك جدا. اشوفكوا على خير في الفيديو الجاي. باي باي.